عن جابر بن عبد الله قال: أول من دون الدواوين وعرف العرفاء وعرف العرفاء عمر بن الخطاب. إذن أيضا هذا أيضا شيء آخر. طب قد يقول قائل: كيف يفعل عمر شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إخواني في الله ما يسمى بالمصلحة المرسلة، بالمصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة هي شيء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم الدواعي والهمم على فعله، ما في داعي كان لكي يفعل، فعندها أنت جاء في زمن آخر فصارت الهمم والدواعي إلى فعله، فهذا يفعل من باب المصلحة المرسلة. أما إذا قامت الهمم والدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يفعله فلا يجوز أن تفعله أنت بعد ذلك. يعني مثلا صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي الناس من أجل صلاة العيد، فكان بإمكانه أن يجعل مؤذنا أو من يقول الصلاة جامعة، ومع ذلك علم الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وعندما جاءوا إلى المصلى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد اذهب فنادي في الناس أنه هناك عندنا مصلى، أيقظ النائمين، أذن كباقي الصلاة، لا 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 لا. فبالتالي الأذان لصلاة العيد إيش؟ لا يجوز. قول الصلاة جامعة لصلاة العيد لا يجوز. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يفعل ومع ذلك لم يفعل. طيب شيء آخر، وهو في زمن عمر رضي الله عنه مثل ما قلنا عن المقام، صار في شيء جديد وهو كثرة الطائفين، وهذا يعرقل حركة الحجاج والمعتمرين. فإذا طرأ شيء جديد فكان من عمر أن اجتهد أن يؤخر المقام. إذا لما أخره؟ من باب المصلحة المرسلة. السجون لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان السجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد للإصلاح، للإصلاح. قل لك مركز الإصلاح مع مين بتسجنه؟ مع حرمية؟ هذا مش إصلاح يا أخي. هذا شاب دخل لأول مرة يرتكب هذه الجنحة، حطيته مع مين؟ مع خبراء. يعني إذا هو سرق له 10 ليرات ونحط في السجن، دخل عند مين؟ أصحاب الألوف ولا الملايين؟ ما نعرفش نعد معنى الملايين. فبالتالي راح يطلع معه إيش؟ خبرة في السرقة والعياذ بالله. فإذا يعني تنبهوا إلى هذا الشيء، وهو المصلحة المرسلة. فكان أيضا من المصلحة المرسلة أن يكتب أسماء الجند في الدواوين، يعني يصير في دفاتر وكشوفات بأسماء المجاهدين، من حضر من غاب من صار معه عذر من هذا. لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل هذا. أيضا جعل العرفاء، العريف يعني مسؤول عن كل منطقة، مسؤول عن كل منطقة، أشبه ما يكون بمثل في زماننا برئيس بلدية أو مختار أو. فاحتاج لما احتاج عمر إلى هذا؟ بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية وكثرة عدد المسلمين. فإذا هذا معنى أن عمر هو أول من دون الدواوين وعرف العرفاء، وكذلك هو أول من جعل العشور أو العشور. العشور هي المال الذي كان يفرض على النصارى الذين يعيشون أو اليهود في دولة الإسلام، غير الجزية. إما أن يدفعوا العشور أو يدفعوا الجزية. والعشور أنهم يعملوا في الأرض وتبقى لهم ويعطوا المسلمين منها العشر، يبقوا في تجاراتهم وفي حوانيتهم
ويعطوا المسلمين من على العشر. فإذا بلا المسلمون عندما كان يفتحون بلادا يبقوا للشخص ممتلكاته خليها معك، لكن أعطي المسلمين إيش العشر، بعكس ما كانوا هم يفعلون بالمسلمين إذا دخلوا عاثوا في الأرض الفساد واستولوا على المتاجر واستولوا على الأراضي لا، انظر رحمة الإسلام وكيف كان يعاملهم، وهي بمثابة خدمة أصلا، أنه يحرسهم وبدل خدمة جيش كما في التعبير العصري. فهذه كلها أشياء حصلت في زمن عمر. طبعا أدركنا الوقت. أما عطاء وغيره من عن ابن جريج قال: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام وضعه في موضعه، وضعه في موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. نعم، مقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم أصلا؟ الصخرة كان يطلع عليها سيدنا إبراهيم حتى يبني الكعبة. نعم، هي الصخرة التي صعد عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء الكعبة، وهذه الصخرة بقدرة الله فآثار قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثرت فيها. تمام؟ طب هذه الصخرة بدها تكون قريبة من البناء ولا بعيدة؟ بدها تكون قريبة من الكعبة طبعا، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انقضى عهده إلى أن جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله. ففي زمن عمر أثناء الطواف أصبح هذا المقام ما به يعرقل حركة الطائفين، فكان منه عمر رضي الله عنه أن اجتهد فأخر المقام. طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل، كتب فيها المعلم اليماني رسالة كاملة، رسالة المعلم اليماني طبعا هو من أئمة الحديث في هذا الزمان، وطبعا طبعت بتحقيق شيخنا علي الحلبي. المقصد من هذا إخواني في الله أن هذه المسألة تقبل الاجتهاد وتعطي أن الشريعة فيها مرونة فهي معقولة المعنى. هذا المكان يعرقل حركة الطائفين، ما الحل؟ أن نؤخره. وهكذا لم يخالف أحد عمر رضي الله عنه. وطبعا لا تنسوا ما قاله ابن مسعود عن عمر رضي الله عنهما عندما مات عمر، قال: ذهب 19 العلم. فعمر رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة ومن الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر: ما اتفقتما على شيء وأخالفكما. إذن هذا تصرف من مين؟ من عالم، من فقيه كبير مجتهد.